تعالوا نروح بقى على السريع لزميلتنا العزيزه نورهان طمان، موجوده هي حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره ومستعده عشان تعرفنا باخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يوم جديد وإن شاء الله يكون يوم سعيد، وإحنا هنا في الساعات الأولى من صباح اليوم طبعا زي ما عودناكم نطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي، وطبعا كمان نطلعكم على الأجواء، ويمكن في بعض النسمات الشتوية في الصباح أو الساعات الأولى من صباح اليوم سعداء بها كل محبي الشتاء، وأنا طبعا على رأسهم. أما بقى طبعا يمكن طبعا بوابات النادي قابلت الأعضاء في الساعات الأولى زي طبعا كل يوم، والعاملين هنا بالنادي على قدم وساق لطبعا خدمة جميع الأعضاء. كمان خليني أقول لكم أنه على مستوى الفريق الأول يمكن طبعا في بعض الهدوء، يعني أنه اللاعبين طبعا الجهاز الفني أمر براحة اللاعبين طبعا استعدادا للموسم الجديد. كمان خليني أقول لكم أنه طبعا الفريق هيتجمع إن شاء الله يوم 24 من الشهر الجاري استعدادا لخوض المعسكر طبعا اللي هيقام ان شاء الله في النمسا يوم 28 من نفس الشهر. كمان خليني اقول لكم انه يمكن في حاله من التفاؤل بعد خبر اعلان عوده نجم صلاح محسن من صفوف سيراميكا كليوباترا بعد ما كان معار للفريق، وطبعا اللاعب يعني يمكن قدم اداء مميز مع فريق سيراميكا كليوباترا، وقرار عودته مره اخرى لقائمه الفريق جاء بناء على طلب مستر مارسيل كولر، وطبعا استعدادا للموسم الجديد. كمان خليني اقول لكم ان مستر مارسيل كولر هيعود ان شاء الله للقاهره يوم 23، وده قبل طبعا تجمع الفريق زي ما قلت لكم اللي هيكون يوم 24. هيستلم ملف طبي شامل من الطبيب تامر ابو العينين عن جميع اللاعبين وعن حاله جميع اللاعبين والوقوف على يعني الحاله البدنيه وطبعا الفنيه لجميع اللاعبين، الحاله البدنيه طبعا من قبل طبيب الفريق والحاله الفنيه ايضا من قبل الجهاز الفني المساعد ليه. كمان خليني اقول لكم انه طبعا كولر هيضم المصابين ل حتى يعني ضم المصابين او من المقرر ان هو ان شاء الله يضم المصابين لمعسكر الفريق عدا خالد عبد الفتاح اللي يمكن اصابته لسه يعني مش هتؤهله ان هو يكون مع الفريق، بينما كريم فؤاد هيتم عرضه ان شاء الله على خبير نمساوي في النمسا مع معسكر الفريق. كمان خلينا افكركم انه هينضم للفريق من اللاعبين اللي كانوا مصابين عمرو السوليه ومحمود متولي واكرم توفيق، وزي ما قلت لكم كريم فؤاد هيتم عرضه على خبير نمساوي. كمان المعسكر هيشهد طبعا انضمام الصفقات الجديدة إمام عاشور ورضا سليم لصفوف الفريق. كمان المعسكر الفريق الأول زي ما طبعا إحنا بنحاول نلم لكم كل أخبار المعسكر وكل أخبار الفريق اللي بتهم جماهير النادي الأهلي وأيضا أعضاء النادي الأهلي هنا في طبعا المقر الرئيسي بالجزيرة. هيضم مستر مارسيل كولر خمس لاعبين شباب إن شاء الله على رأسهم معتز محمد وأحمد خالد كباكا ومحمد أحمد زعلوك وحارس المرمى حازم جمال. ده طبعا يمكن دي معظم الأخبار حول الفريق الأول لكرة القدم اللي طبعا بتهم جميع جماهير النادي الأهلي. أما على صعيد الألعاب الأخرى فيمكن طبعا في حالة من الهدوء لجميع الألعاب اللي يمكن بتستعد أيضا للموسم الجديد، ولكن لو قلت لكم أنه احنا هنروح إن شاء الله طبعا نتفرج كلنا على منتخب مصر الساعة 6:30 هنا هيتم عرض المباراة لمنتخب مصر تحت 19 سنة لكرة اليد اللي هيواجه منتخب طبعا كرواتيا على مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في 6:30 في بطولة العالم اللي بتقام في كرواتيا. كمان خلينا أقول لكم أنه منتخب سيدات الطائرة أيضا يمكن طبعا بيواصل استعداداته في معسكر القاهرة طبعا استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا اللي هتقام في الكاميرون إن شاء الله، والسفر هيكون يوم 14 من الشهر الجاري. أما بقى على مستوى الأعضاء هنا فيمكن طبعا إحنا مستمرين في متابعة يعني رد فعل الأعضاء حول يعني منتجع النادي الأهلي الجديد بمارينا، والحقيقة أنه في توافد واهتمام بشكل كبير جدا من الأعضاء وحرص كبير على أن هم يعني يقضوا أجازتهم في المنتجع الجديد. كمان خلينا أقول لكم أنه ولا زالت لجنة عضوية طبعا لجنة العضوية بتستقبل طلبات الجماهير الراغبة في الانضمام لعائلة النادي الأهلي وتحديدا فرع القاهرة الجديدة سواء في مقر النادي أو أونلاين. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيرة، شكرا لكم وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. إحنا اللي بنشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية كالمعتاد زميلتنا العزيزة نورهان طمان.